شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. شوط اول اهلاوي براسيه رأفت خليل في الدقيقه 11 من عمر الشوط الاول، واسست اكثر من رائع بمهاره عاليه من اللاعب احمد خالد كباكه لرأفت خليل لتصبح المقدمه حمراء للنادي الاهلي في الدقيقه 11. بجد تحيه بالضيوف الكرام الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. كابتن حشيش، هدف اكثر من رائع في الدقيقه 11 بمهاره عاليه من احمد خالد كباكه وايضا براسيه رأفت خليل. الحقيقه طبعا سيطره من النادي الاهلي في معظم الشوط الاولاني باستثناء يمكن اخر ربع ساعه كده، زيد ابتدى يمسك نص الملعب ويعني يعمل خطوره على مرمى النادي الاهلي. هنسميه الشوط ده شوط الفرص الضائعه. يمكن شفنا خمس فرص ضاعة من النادي الأهلي من رأفت ومن زعلوك، ويعني أكتر من فرصة الحقيقة ضايعة في مقابل يمكن فرصتين أو ثلاثة لزد. عندهم لعيب طبعا نشيط اللي هو حازم العسكري وتريكا من اللعيبة طبعا اللي باينين أنهم كويسين وعاملين خطورة على النادي الأهلي. في المقابل طبعا شايفين كباكا محمد خالد لعيب كويس قوي، محور اداء الفرقه النادي الاهلي خلال الشوط من طبعا وجوده في وسط الملعب، ديفندر كويس مع الاسيستات اللي بيعملها، طبعا الاسيست بتاع الهدف اللي كان فيه متابعه جيده من رأفت خليل. طيب معانا برضو لقطه حلوه قوي، لقطه الشوط الاول الممر الشرفي لنادي زد اللي عملوه للاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق المباراه، وزي ما احنا شايفين هي دي اللقطه وهي دي الروح الرياضيه وهي دي اللقطه الحلوه. لاعبي زد هم عاملين ممر شرفي للاعبي النادي الاهلي المتوجين ببطوله الجمهوريه 2003، ولاعبي النادي الاهلي بيعدوا وبيقدموا التحيه ايضا للاعبي زد. كل التحيه للقائمين في زد، كل التحيه للكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين في نادي زد اللي عامل الشغل أكثر من رائع، وأيضا كمان بنبارك له على بطولة 2006 اللي قدر يحصد فيها بطولة الجمهورية وكمان بيقدم مستوى رائع مع 2003. ودي لقطة حلوة ولقطة المباراة. نروح بقى لملعب المباراة مع زميلنا فاروق صلاح سريعا ومعاه رئيس قطاع الناشئين في نادي زد الكابتن علاء نبيل. اتفضل يا فاروق. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن اسامه والكابتن محمد حشيش وبالدكتور احمد ثابت، وباكد بالفعل على كلامك، هو واحد من الشخصيات والقامات اللي ليه باع كبير جدا في الرياضه المصريه، اسمه ارتبط طبعا بالنجاح واسمه ارتبط بالطفرات اللي بيصنعها في قطاعات الناشئين، وباكد على كلامك ان هو بالفعل كان حريص ان هو لاعبي فريق زد يعملوا ممر شرفي للنادي الاهلي. مهم جدا في قطاعات الناشئين يبقى عندك الشخصيه اللي بقيمه وقامه الكابتن علاء نبيل، ان هي بتعلم وتربي الناشئ، كلام كبير جدا هنستفيد فيه مع الكابتن علاء نبيل. كابتن علاء تحيات الكابتن اسامه حسني، كابتن حشيش، دكتور احمد ثابت، الجميع بيشيد باللقطه بالمشهد بالممر الشرفي، مهم جدا ان احنا بنربي الناشئين عليها. كابتن علاء، اولا تحياتي لكابتن اسامه وضيوفه الكرام كابتن حشيش والدكتور احمد ثابت. ده طبعا اقل حاجه تتعمل لفرقه عملت مجهود كبير وخدت بطوله كبيره زي بطوله 2003، ده بيبقى عباره عن لمسه من زد للفرقه، زي ما عملنا السنه اللي فاتت برضو 2006 النادي الاهلي برضو عمل لهم ممر شرفي. يعني حضرتك تفضلت وقلت ده يعني اشاره للانديه كلها، مسابقات الناشئين دي بتبقى عباره عن فرز للعيبه اللي في لعيبه الدرجه الاولى و والحاجات دي كلها، فلازم يبقى فيه روح الاحترام والود والمحبه ما بين الفرق، مش عمليه تنافسيه بحته بتؤدي في الاخر الى معارك والحاجات دي كلها. فاحنا انا حريص كل الحرص واداره النادي على ان نبقى متواجدين دايما في صوره محترمه تليق بنادي زد. كابتن علاء، الكابتن اسامه حسني اشاد بالشغل اللي بيعمله الكابتن علاء نبيل ومنظومه زد في قطاعات الناشئين، بيبارك لك كمان على بطوله 2006، واعتقد دي من المرات القليله جدا او النادره ان احنا نشوف فريق في الممتاز به في عنده فريق في قطاع الناشئين بيفوز ببطوله الجمهوريه، ده اعتقد مجهود كبير جدا يا كابتن علاء. الحمد لله، احنا يمكن ده ثالث موسم، يمكن اول موسم اتلغى بسبب كان ايام كورونا،
دي يعتبر تاني موسم انا دخلت في جميع المراحل السنيه في الجمهوريه، في فرق خدت بطولات، في فرق ثالث، في فرق رابع، فكبدايه طبعا حاجه مجهود كبير اتعمل بصراحه يعني. وانا بشكر كابتن اسامه على طبعا الكلام الجميل، انا مش سامع بس متاكد اللي هو بيقول كلام حلو يعني. هو مجهود كبير فعلا، وكمان اهتمام فاروق على تنظيم بطوله زد الدوليه الرائعه كمان بنشتغل عليه. اعتقد ان احنا في خلال المده القصيره دي قدرنا نوصل لجميع المسؤولين في كره القدم ان في انديه تستطيع اللي هي تعمل نتائج كويسه وتعمل اختراعات كويسه، بالشرط بقى في اولى ممتاز به الناشئين تختلف. الناشئين تختلف عن يعني في انديه في الدوري الممتاز بايعه الفرق بتاعتها. لا، احنا بنقول يا جماعه الناشئين لازم يبقى ليها نظام تاني يختلف عن الفريق الاول، دوري خاص، صعود وهبوط ماشي زي ما انت عايز، لكن بالشرط عشان فرقتي تبقى في الدوري الممتاز يبقى عندي. ده يعني اللي بيحصل ده دلوقتي لازم الاتحاد يفكر يعني في فرقه في الدرجه الاولى، والفرقه بتاعت الناشئين بتاعتها بسم الله ما شاء الله الحمد لله يعني ماشيين كويس. طب ايه المانع؟ المانع اللي انت يبقى فيه انديه بتهتم بالناشئين، لان ده حاجه ودي حاجه ثانيه خالص يعني. كابتن اسامه حسني بس يعني بيستمر في شكره وفي مديحه في الكابتن علي نبيل، بيشكرك ايضا على بطوله زد اللي نظمت بشكل اكثر من رائع، وانك تستقطب انديه بالحجم واسم وقيمه فاينورد، اعتقد امر يحسب لكم كمسؤولين في نادي زد. دوره قويه جدا، كنا حريصين كل الحرص ان احنا نجيب معانا في البطوله النادي الاهلي. ودي اقطعك لان الكابتن حشيش الشكر مستمر، الكابتن حشيش بشكر حضرتك ايضا والدكتور احمد ثابت. كابتن حشيش ده حبيبي، ده زماله ملعب يعني. كانت دوره قويه جدا، كنا حريصين كل حرص النادي الاهلي يكون موجود معانا. يا جماعه التنافس في الملعب ماشي، لكن ايه المشكله ان انا اجيب نادي كبير بقيمه النادي الاهلي اللي هو يخش معايا الدوره ويستفيد؟ ما كل ده بيصب في مصلحه الكره المصريه. بلاش البصه اللي هي لا انا وبس، انا بس، لا ما احنا ممكن عملنا الدوره جبنا فرقه اجنبيه ثانيه وخلص الموضوع على كده، لكن كنا حريصين النادي الاهلي بتواجد معانا فرقه فيها لعيبه كويسه، فيها لعيبه مميزين، فيها ايه المشكله هي تخش معانا. وهي الحمد لله خدوا البطوله وعوضتهم الدوري اللي هو راح منهم اللي انا اللي هي زد خدته يعني. الموضوع بسيط، بس عايز العقليه وعايز التنافس ده لازم يبقى ليه حدود شويه يعني. كابتن علي احنا بنشكرك، نتمنى لك التوفيق ومجهودك والشغل اللي بيتعمل في نادي زد، الجميع لمسه، نتمنى لك التوفيق، ومهم جدا زي ما قلنا احنا بنرب الناشئين عليه. ده حقيقه، ده حقيقه. انا يعني طبعا بشكرك على الاستضافه الجميله دي، وبشكر جميع القائمين في الاستوديو، كابتن احمد، كابتن اسامه حسني، وكابتن محمد حشيش، والدكتور احمد، بشكرهم وبقول لهم الف مبروك للبطوله بتاعت النهارده 2003. وهم خدوا 5 وخدوا 7، هم ماشيين فردي، زوجي مش بتاعتهم، ولا 6 ولا 8 يعني. الف مبروك، ودايما كده في انتصارات، وبنبارك النادي الاهلي امبارح تعادل وصعود للدور قبل النهائي ان شاء الله، ونتمنى له التوفيق في المرحله القادمه ان شاء الله. كابتن علاء، ودايما دعاه تاني بيك يا كابتن علاء. شكرا، اتفضل. دايما بنعتز بالقيمه والقامه الكابتن علاء نبيل، ولما بيتكلم بنتكلم على المستقبل والتخطيط وامور كتير جدا بتترسخ داخل قطاعات الناشئين. طبعا يا كابتن اسامه، ده كان لقائنا مع الكابتن علاء نبيل، بتعود الكلمه من جديد الى الكابتن اسامه حسني. نشكرك يا فاروق، بنشكر الكابتن علاء نبيل، شكرا جزيلا. دكتور ثابت، لقطتين احلى من بعض، لقطه الهدف، هدف اكثر من رائع، وايضا لقطه الممر الشرفي من قبل نادي زد للاعبي النادي الاهلي. طبعا تحية لمسؤولين نادي زد على الممر الشرفي اللي عملوه للنادي الاهلي. ده الهدف الاساسي من الرياضه. لقطه الهدف تحديدا رجل الشوط الاول احمد خالد كباكا، واحد من اللعيبه الموهوبه، اصلا مواليد 2005، واتكلمنا عليه قبل المباراه ان هو مواليد 2005 وبيلعب النهارده مع مواليد 2003. بص وش الرجل الخارجي، بص حلو وش قوي. الرجل ده يعني ده مواليد 2005، حاجه بص حاجه بتفكرني هو شايف يا احمد قبل ما الكره تجيله، شايف التحرك، عامل الاسكان، لان مفيش فرصه انه يسندها من وان تاتش. ارجع ثانيه زي نهايه اللقطه اللي بيتكلم عليها كابتن محمد، قبل ما التمريره تطلع بالظبط، بص الاسكان اللي عمله احمد خالد كباكا، اللي هو الرؤيه قبل ما يباظ. ارجع بس هاتها المخرج، لازم نقف قدام يعني الاسيست. طبعا اسيست في مهاره عاليه جدا. استنى بقى هنا يا دكتوري، اقف بقى هنا، لا هاتها من الزاويه الثانيه، في زاويه ثانيه موضحه اكتر من دي كمان. بص هو بص الاول قبل ما يلعب، في هات اللقطه الثانيه، في لقطه ثانيه، هات الاعاده، في فرصه يوقف. الاسكان اللي عمله ده بيقول ان اللعيب ده لعيب موهوب. احمد خالد كباكا ده لعيب موهوب، كاشف الملعب، كاشف الملعب، وبيلعب 6 و8، واللي جنبه برضه احمد طعيمه كويس، هايل. الاثنين اللي في الارتكاز بصراحه مدين تقل في وسط الملعب للنادي الاهلي، سواء احمد طعيمه او احمد خالد كباكا، الاثنين ممتازين. بس انا عندي نقطه، احنا مقدمين اداء كويس، بتلعب بضغط عالي،
محاولات كتير، لكن في نقطه سلبيه، اهدار الفرص. انت طبعا مضيع اربع فرص جوه الستة ياردة، يعني مثلا الدقيقه 12 ممكن يكون عشان البطوله اتحسمت فاللعيبه بس يعني بس برضو عندها هدوء. لازم دي بعد الهدف الفرصه دي لازم اقتل المباراه يا كابتن اسامه، لازم اقتل المباراه، ما اديش فرصه لنادي زد انه ادخله الجيم معايا. والمفروض كمان يا احمد ان هم انت ما عليكش ضغط عصبي ف متسرع في تصرفات. فرصه ثانيه رافض خليل، بص الفرص دي، والفرصه اللي قبلها كانت يعني اسامه عبد الله، لازم افتح عيني والكره جايه لي في كره زي دي، ما عليكش ضغط في الكوره دي، بتلعب براحتك يعني. وفي كوره جت لزعلوك في نهايه المباراه برضو في نهايه الشوط الاول، فاهم؟ انا شايف ان في بعض البعض الفرديه شويه في بعض اللعيبه قدام. مين اللي لفت نظرك كابتن حشيش خلال الشوط الاول من لاعبي النادي الاهلي او لاعبي زيد كمان؟ طبعا كاباكا نمره واحد، لاعب النادي الاهلي، محور اللعب تماما بتاع النادي الاهلي، كاشف الملعب، سابق سنه في حته ان هو يبقى كاشف الملعب. طبعا من زيد حازم العسكري لعيب كويس قوي على فكره، لعيب كويس ورقم كام من زيد؟ المهاجم راس الحربه نمره 9 حازم العسكري، لعيب كويس قوي وعامل هو اللي عامل خطوره فعلا على سدد كره بشماله برضه ومشاغب، ويعني لعيب كويس قوي، لعيب كويس قوي، عمل واحده شوطه كمان في الاخر برضه كانت خطر، فرصه خطر ليهم، لعيب من اللعيبه كويس. هم الحقيقه عندهم يعني اكتر من لاعب، خط الفرود عندهم كويس، وفي لعيب في نص الملعب برضه كويس اللي هو مصطفى كيشه برضه، ده لعيب كويس برضه، يعني الحقيقه اكتر من لاعب، وهم فرقه جماعيه طبعا. يعني ده رجعنا برضو لعلاء نبيل كده في كلمه سريعه. علاء طبعا شخصيه محترمه وقيمه لاي مكان بيروح فيه، شفناه كان عامل طفره في قطاع الناشئين في النادي المقاول العرب، عشان كده راح طبعا نادي زد، نادي حديث العهد، يعني في خلال الموسمين يعمل نتائج كويسه وياخد البطوله بتاعه 2006، وعامل فرق الحمد لله يعني شايفها انها كويسه وبتنافس فيها لعيبه كويسه، فده نجاح لعلاء، بتمنى له التوفيق ان شاء الله. وكابتن علاء عنده خبرات كبيره جدا خاصه كمان في مجالات قطاعات الناشئين، وكان ليه تجربه نجاح ايضا في المقاولين العرب. صحيح. دكتور ثابت، برضو مين اللي لفت نظرك سواء من الفريقين من الاهلي او زد خلال الشوط الاول؟ افضل اثنين في النادي الاهلي الاثنين اللي في وسط الملعب، احمد خالد كواكا واحمد طعيمه. احمد طعيمه ده احمد بيوم، احمد بيوم اللي هو كان جاي من جايبينه من اليونان في بدايه السنه، ولاعيب كان كويس، كان المفروض يروح منتخب الشباب في السن ده بصراحه. دي عندنا بعض اللقطات، دي لقطه ثانيه، ارجع للقطه دي، ايوه هي اللقطه دي، ارجعها بس هات من الاول. نفس اللعبه هتلاقيها عاملها احمد طعيمه، يعني احمد خالد كباقه، بص هو اللي عامل التمريره الطوليه دي، ارجع اهو نفس الحركه، يعني مميز هو بحته التمريرات الطوليه لقدام، وبيلعب 6 و8. والاهم يا احمد الوان تاتش، صح، يعني ودي صعوبه الاسيست اللي بتعمل وان تاتش وحافظ الحته دي، فهايل بصراحه. عايز اتكلم برضو على نقطه الدكه، انت عندك اثنين انا بشوف ان هم مهمين، لازم البدلاء في النادي الاهلي، مين ممكن يشارك الشوط الثاني؟ احمد اشرف ومحمد رأفت، الاثنين دول تحديدا، الاثنين دول اصلا هدافين في محمد رأفت 2005. محمد رأفت ممكن تدخله مكان زعلوك كراس حربه، واحمد اشرف لو حبيت تنشط واحد من ميدو اسامه او رأفت خليل تعب، الاثنين دول تحديدا يدوك تنشيط هجومي، لان انا حاسس ان الاجنحه فرديين شويه، ما بيلعبوش جماعي، فده لو لعبوا اكتر جماعي شويه هتحس ان النادي الاهلي، انا يعني تقدر ان انت في ماتش الشوط الاول كان المفروض يخلص 2 أو 3 للنادي الاهلي. الشوط الثاني ممكن كابتن محمد شرف يقول ايه لعبته يا كابتن حشيش بين الشوطين، يعني خاصه حسستهم بالخطوره طبعا، لان في فرص في اخر زي ما قلنا ربع ساعه لزد، في حوالي 3 فرص في الشوط كان ممكن يبقوا اهداف. النتيجه لازم تعلى اكتر من كده عشان برضو يامن نفسه، وزي ما قلنا يختم الموسم بشكل كويس ومكسب على ارضه. فرقه زد بتلعب وبتادي كويس، وعايزه تعمل نتيجه برضو، فرصه قدام النادي الاهلي، عايزه تعمل قدام البطل، عايزه تعمل نتيجه كويسه، وعندها اكتر من لعيب كويسين، فاكيد لازم ينبه عليهم موضوع التركيز اللي احنا قلنا عليه، تركيز في الفرص اللي بتيجي دي، نستغل الفرص يبقى فيها نوع من انواع التركيز. يعني السنه اللي فاتت واحنا كنا بنذيع مباراه 2006 كانت المباراه الختاميه في الدوري، كان الاهلي امام زد. أيوة. كان الاهلي برضو حصل على بطوله الدوري. وكنا عاتبنا المسؤولين في اتحاد الكوره ولجنه المسابقات في قطاع الناشئين ان ما كانش فيه تتويج واحتفاليه. صحيح. للفريق البطل. صحيح. السنه دي لجنه المسابقات في اتحاد الكوره المسؤوله عن قطاعات الناشئين. أيوة. عملوا واستجابوا لنداءنا السنه اللي فاتت، وهيكون في تتويج ان شاء الله واحتفاليه
للاعبي النادي الاهلي بعد انتهاء المباراه. دي جميله. لا تطيبه عشان يعني اللعيبه تحس بطعم المكسب والبطوله. مش خدت الفوز ان اللعيبه تحس بطعم الفوز والمكسب. صح بالظبط. ان انا احس ان اخد طبعا الدرع بتاع الدوري او الميدالية او حاجه زي كده، يعني يعني بتدي فرحه للعيبه وبقى يوم تاريخي وبتسجل، يعني غير ان النادي الاهلي خد كذا موسم كذا بيبقى حاجه مؤرخه وحاجه متسجله، فحاجه كويسه يعني. صح. السنه اللي فاتت كنت تحس ان هي انت اخد الدوري بس ما فيش ميداليات، ما فيش كاس. سوكيتي زي ما بيقولوا. يعني لما بيبقى في دوره رمضانيه بيبقى في كاس وبيبقى في وبيبقى في ميداليات. احنا شفنا السنه دي على السوشيال ميديا في الدورات الرمضانيه. مش ممكن. شفنا فار وشفنا جوائز وشفنا كؤوس وشفنا ميداليات وشفنا شغل يعني. وبعدين دي بطوله جمهوريه مش بطوله مثلا تبعنا تبع منطقه، ده احنا منطقه القاهره على طول في جميع البطولات بنقدم ميداليات وكؤوس وكده يعني. كابتن محمد شرف يا دكتور ثابت ممكن يعني او هيقول لعيبته بين الشوطين لازم نستمر في نفس الضغط بتاعنا وندور على الهدف الثاني. اول ربع ساعه لازم ننزل، اعتقد ان كابتن محمد شرف بيقولهم كده، لازم تنزل تسجل هدف عشان تقتل المباراه. لازم. ولو ما حصلش كده اعتقد ان هو هيبدا يفكر في الدكه، يحاول ينشط الاطراف. احمد اشرف ومحمد رافت ومحمد عبد الله برضه ثلاثة كويسين، لان انت تحس ان زد بدا لما انت دخلته في الماتش من كتر الفرص اللي ضيعتها، فبدا في اخر الشوط يدخل. لا انت لو كنت جبت جون تاني من الفرص اللي ضاعت دي كان زد خلاص كان قتل الماتش الحماس، تقدر ان انت كمان تجيب الثالث. مصطفى مخلوف رغم ان مفيش كرات يعني كتير جت عليه، لكن برضو كل الكرات اللي اتعامل معاها اتعامل معاها صح، سواء برجله من تحت تحضير الهجمه. انا معجب بيه بصراحه، وحاسس ان هو في ستايل من الشناوي شويه، الجسم والفرده الجسم دي والستايل الحركه حتى استقباله للكره لما بيلعب من تحت او الكور اللي هي ايد ورجل. فمشروع طبعا حارس مرمى كبير، واعتقد ان النادي الاهلي او القطاع يعني مليء بحراس المرمى الواعدين المحترمين، يعني ما فيش خوف على حراسه مرمى النادي الاهلي يعني. الحمد لله يا دكتور ثابت، حراسه المرمى في النادي الاهلي متأممه لمده السنين قدام. ده انت عندك مصطفى مخلوف في 2003، عندك عمر كامل في 2006، عندك اياد تامر في 2007، عندك يوسف سنديد في 2008، عندك 2001 رغم ان مش عاملين موسم حلو، بس الحارس محمد اشرف قوتو عامل موسم طيب. كويس. عشان بيقولوا لي خلاص الحكام ولاعبي الفريقين نزلوا ارض المباراه، نروح سريعا لملعب المباراه ومعلقنا المتميز تامر عبد السلام ونشوف حضراتكم بعد نهايه المباراه.